للوقوف على آخر التطورات، ينضم لنا عبر سكايب من شمال دير الزور السيد مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوة سوريا الديمقراطية. سيد مصطفى، مساء الخير، أهلا بك معنا. سنتحدث بداية عن معركة الرقة. ماذا تبقى من الرقة بالنسب أو بالمساحة أو بالمناطق؟ متى يمكن القول بأن معركة الرقة انتهت وتم تطهير الرقة من داعش؟ نعم، مرحبا بكم. حقيقة منذ أيام تتحدث الكثير من وسائل الإعلام عن قرب انتهاء معركة الرقة. أعتقد أن الزملاء الإعلاميين يتحدثون عن أمانيهم أكثر مما يتحدثون عن وقائع نعيشها على الأرض في مدينة الرقة. نعم، صحيح أن 80% من مدينة الرقة محررة، هناك مساحة 20% متبقية وهي ساحة معارك بين قواتنا ومرتزقة التنظيم الإرهابي، لكن هذه 20% ليست بالأمر اليسير وليست بمتناول اليد وكأن الأمور ستنتهي غدا. هناك عمليات عسكرية مستمرة وهناك اشتباكات عنيفة بين قواتنا ومرتزقة التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى ما ذكرتموه من استخدام المدنيين دروع بشرية. هناك موضوع الألغام والمفخات التي ما زال التنظيم الإرهابي يستخدمها، والقنص الذي يحاول التنظيم الإرهابي الاعتماد عليه لعرقلة تقدم قواتنا. نحن كقوات سوريا الديمقراطية قلنا في أكثر من مناسبة أن مدينة دير زور لا مدينة عفوا مدينة الرقة لا يمكن أن تكون محررة بشكل كامل إلا مع انتهاء آخر العمليات العسكرية داخل المدينة وتحريرها من كل آثار التنظيم الإرهابي، سواء سيارات مفخخة أو خلايا نائمة أو جيوب يمكن أن تكون مخابئ لمرتزقة التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى إنهاء تمركز الإرهابيين في المشفى الوطني ومنطقة الملعب الأسود وحديقة 7 نيسان. طيب سيد مصطفى، هي مناطق تمركز. نعم، بالنظر إلى ما قلته، بالنظر إلى زرع داعش للألغام، ما تبقى من الرقعة 20%، استخدام المدنيين كدروع بشرية، ما الذي تتطلبه المرحلة الحالية من المعركة؟ يعني مرحلة ربما خطيرة لأنه بيدهم مدنيين ويقومون بزرع ألغام لعرقلة السير بريا، فما الذي تتطلبه المعركة حاليا؟ نعم، حقيقة تتطلب المزيد من الحذر من جانب قواتنا، وهي كما قلنا في اليوم الأول عندما أنهينا المرحلة الأولى من تحريك الجبهة الشمالية بتحرير الصوامع والمطحنة، قلنا ذلك في ذلك اليوم أن قواتنا أصبحت لديها التزامات إضافية من خلال اتخاذ أدنى أقصى درجات الحيطة والحذر في هذا الملف بالذات، ومحاولة تجنيب المدنيين ما يمكن أن يتعرض له من مخاطر هذه الحرب. يوم أمس مثلا كان هناك إجلاء ل 35 مدني، وما زالت قواتنا تحاول التواصل مع المدنيين العالقين لإجلائهم. موضوع الألغام، إن كان المستهدف في هذه الألغام هي القوات العسكرية، فطبيعة المهمات العسكرية تتعامل مع هكذا مخاطر وقد تتعرض لهكذا مخاطر، لكن أن يتعرض المدنيون لمخاطر الألغام وأن يتعرض المدنيون إلى الابتزاز في حياتهم في هذه المعركة هي مسؤولية من مسؤوليات قواتنا، علينا أن نكون واقعين في التعاطي معها والتزام الصبر إلى أقصى درجاته. طيب ماذا بالنسبة لمعارك دير الزور؟ هل يمكنك الحديث عن معارك دير الزور بما أن حضرتك متواجد الآن في شمال دير الزور ونعلم بأن المعارك بدأت هناك؟ نعم، حقيقة كما تابعتم اليوم تعرضت قواتنا للمرة الثانية لقصف جوي من قبل الطيران الروسي. هذه الاعتداءات على قواتنا منذ أن أعلنت قواتنا المرحلة الرابعة لحملة تحرير الرقة، وتتعرض قواتنا في أكثر من مكان لاعتداءات غادرة تحاول عرقلة تقدمنا وإطالة أمر التنظيم الإرهابي. اليوم قام الطيران الروسي وكذلك السلاح الأرضي بالأسلحة الثقيلة الروسية باستهداف قواتنا التي كانت متمركزة في حقل كونيكو للغاز. كان لدينا شهيد وجريحين وإصابة أضرار بالغة بالبنية التحتية في حقل كونيكو. ساعات المساء ردت قواتنا على مصادر النيران في لتمركزات القوات المعادية في مدينة محيط مدينة دير الزور وأصابت ضربات مباشرة لتمركزات القوات المعتدية. الآن قواتنا تخوض معارك مهمة في محيط بلدة الصور، وحررت ساعات صباح هذا اليوم الصوامع الحبوب لمدينة الصور، وتتقدم قواتنا قدما. سنعرض تقرير مفصل عن ذلك المدينة. الآن نعم. س...
سيد مصطفى، سنعرض تقرير مفصل عن هذه التطورات. نشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا. مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي للقوى السورية الديمقراطية، كنت معنا عبر سكايب من شمال دير الزور.